يسعد مساكم، كل عام وانتم بألف خير. سؤالنا الحلقة السابقة كان عن فحوصات التي سي والتي ار اي وليش بترمز. التي سي اللي هو التوتال كوليسترول، مستوى الكوليسترول بالدم، والتي ار اي اللي هو الترايجليسرايد او الدهن الثلاثي. سؤالنا لهالحلقة، كثير بنسمع في ناس بتقول لك بدي اعمل فحص السي بي سي، يا ترى اختصار السي بي سي لاي فحص بيرمز؟ شاركونا بالتعليقات حتى تكونوا احد الرابحين، وكل عام وانتم بألف خير.